أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي في قرية أم دومة، إحدى قرى حياة كريمة بمركز طمة. كل سنة وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي بيكم، وسعيد بجهودكم اللي انتم بتعملوه هنا. بس تحيا مصر ان شاء الله بيكم، وان شاء الله ان شاء الله. بس خلي بالكم احنا لسه المشوار ده اول مرحلة، لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم ان شاء الله وبكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم. يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحية وبقول له انتوا بتعملوا حاجة جميلة قوي، بنعمله لبلدنا ولأهلنا اللي ما كانش عندهم أمل قبل كده. لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيكم، وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المراحل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سعيد ان انا اشوفكم، والله الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بيكم. طب استريحوا، طيب من فضلكم استريحوا، من فضلكم. متشكر متشكر، تفضل. كل سنه وانتم طيبين. متشكر جدا، متشكر. ما الصعيد يا جدعان، امال ايه الصعيد يا جدعان، بجد أهل عزة وأهل كرم وأهل شهامة وأهل مروءة، يعني هم زيادة شوية. والله ربنا خدها، أنا وأنت كفاية نصقت على الإرهاب. ويوم الإرهاب أنا والله كنت أنبيت نبكي للصبح، والله وأشهد على ربي جبالك أنت وعلى اللي شفته من الحمد لله على كل حال. والله العظيم اللي حمى مصر ربنا، والله العظيم اللي حمى مصر ربنا. أنا بحلف وهو يعلم ما في نفسي. يعني أولا اللي بتعمل ده مش فضل ولا مني، ده من عند ربنا قبل كل شيء، ثم ده حق الناس، ويا رب يعني يعيننا ونعمل أكتر. بحبك يا ريس. شاكر جدا، شاكر. 5 يناير ده هيبقى عيد قومي أول لسوهاج لن يمحى من الذاكرة. بشكر حضرتك على حاجتين. اولا دعم المراه يا فندم اللي تمكنت في كل المجالات. تاني حاجه بلدي سوهاج اللي الله اكبر دخل التطوير في شتى المجالات يا فندم. احنا نظمنا نفسينا بشكل مختلف شويه وربنا وفقنا لده، فالامر كله مش لينا، ليه هو. نقول له يا رب تاني وزياده، واحنا نعمل كل حاجه حلوه. احنا سعداء ان احنا شفناكم، وكل سنة وانتم طيبين. وان كان عليا انا لف الدنيا واجل الناس واقعد معاهم كده، ان كان عليا انا احب اكون كده قاعد كده، اصل انا واحد بسيط يعني. مش متشكر، متشكر. 8 سنين من حكم الراجل، مش 30 سنة ولا 80. عمل حاجات عايزة لها سنين. أول شرطة، أول جيش،
ظبط لنا منظومة العيش.